مش قلت لكم ده لاعب بمواصفات اهلاويه بجد وما شاء الله؟ يعني اولا بدر بنون شخصيه من نوعيه لعيبه النادي الاهلي. كان كابتن للرجاوي عنده 24 سنه، هو دلوقتي 27 سنه، مواليد 93، بس حتى مواصفاته البدنيه ما شاء الله. طوله 193 سنتي، وزنه 68 كيلو، منتهى الرشاقه ولعيب كره على الارض كويس. هذا هو اللاعب الذي يحتاجه دفاع الاهلي. ده مش رايي، ومن الطبيعي انه يكون راي اي حد اهلاوي، لكن كمان لما يبقى ده راي نجم زملكاوي بقيمه محمد ابو العلا عن بدر بنون وصفقه الاهلي. نسمعه. مدافع مميز، واخد راي كابتن ابو العلا فيه. اه طبعا هو مدافع مميز جدا وباين شخصيته. قلت لك الفرق الكبيره بتبقى محتاجه قائد من ورا يعرف يقود زمايله. هيفرق مع الاهلي؟ انا شايف كده. الاهلي اصلا مشكله في عمق الدفاع. دي اكبر مشكله في فرقه الاهلي موجوده، عمق الدفاع فيه مشاكل واصابات وكان دايما بيبقى فيه حتى لعيبه بتلعب مش في مركزها الاساسي، بتلعب زي محمد هاني وزي احمد فتحي لما لعب وزي ايمن اشرف لما كان ساعات بين باك ليفت دخل سيرد باك، في اكتر من لاعب لعبها واضطر يلعبه حمدي فتحي، فده طبعا صعوبه. انا اعتقد ان هو هيفرق كتير مع خط دفاع النادي الاهلي. هو لعيب بيعرف يبدا هجمه، وهيفرق كتير مع طريقه موسيماني وقائد زمايله وعنده خبره افريقيه، فيعني اللي هو بيلعب في نفس الليفل يعني. مش بجيب لعيب تجربه، بجيب لعيب اوريدي عنده النضج وعنده الخبرات التراكميه اللي تخليه يقدر يلعب في نادي كبير، ونادي الرجاء اصلا جماهيريه كبيره جدا. صحيح. نفس الظروف تقريبا، وانا شايف ان هو اختيار مميز جدا. ده كلام محمد ابو العلا، واعتقد كل متفائل من كل الاهلاويه وحتى كل خبراء الكره عارفين قيمه بدر بنون كلاعب. كل التوفيق ان شاء الله لصفقه نوعيه مهمه جدا مع الاهلي.